إذن كثيرا هم من يشترون سيارات من خارج الولاية لأسباب عدة، لكن وما إن يستخرجوا شهادة المطابقة لتحويل ترقيم سياراتهم إلى ترقيم الولاية، تبدأ معاناتهم من أجل دخول مركز مراقبة مطابقة السيارات. التفاصيل مع وليد مهاجري. هي ليست مشاهد لزحمة السير التي اعتاد عليها العاصميون، بل هي مركبات يستعد أصحابها لعرضها على مهندس المناجم بغية الحصول على شهادة المطابقة. استناو كونترول تكنيك تاع الانجينير 2000 لهنا اخي باش ندوزو السيارات هادو، ما راك تشوف الازدحام اللي رانا فيه، ورانا خارجين من 3 تاع الصباح. انا قاصي وانا واحد من الناس، انا تاع الزوج تاع الصباح، من الزوج رانا حنايا استناو الانجينير 2000، قدمتو يفتح الكابو يشوفني ميرو مع كارت غريز كذا، هذا ما كان. أكثر من 500 سيارة أصحابها منهم من قضى ليلته بهذا المكان، منظر يتكرر كل يوم، والكثير منهم يعودون أدراجهم منتصف النهار دون دخول المركز. بون غلط، شريت أور ولاية، جامي زين غلط بصح نروح للانجينير ديمين بربي إن شاء الله ما نزيدش النهار. باش أنا راهي في السمار، هو راه في براقي. اللي يجي على الربعة ما تصحلو، اللي يجي على الخمسة ما تصحلو، اللي يجي على الثمانية غير ما يشقاش. القائمون على هذه المصلحة يطمئنون بتغيير الوضعية مع بداية عصرنة الإدارة. قمنا بعض الإجراءات لتحسين أداء هذه الخدمة، مركز تقني حديث مودرن تاع العصر الجديد بسكانر كل ما يلتزم من مراقبة تقنية عصرية حتى تسهل الاستقبال تاع أصحاب السيارات في ظروف حسنة. الحصول على التأشيرة المطابقة قد لا يستغرق أكثر من 5 دقائق، مما يجعل العديد من الأسئلة تطرح بشأن كل هذه الطوابير ومشقة الحصول عليها.